بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. قال أبو داود رحمه الله: باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه لود، فذكر معنى أي معنى رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. وكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، ومعلوم أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فينقل لنا ما كان يراه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. منها ذلك الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق، تمر قديم، فجعل يفتشه يخرج السوس منه كراهية أكل ما يظن فيه الدود بلا تفتيش. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا لقلة الطعام عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فتش ذلك التمر العتيق، قلنا على أساس أن ذلك التمر إذا مكث فترة طويلة عند الإنسان فغالب الأمر أن هو يكون به ذلك السوس أو الدود، وقام بتفتيشه حتى يزيل عنه ذلك الدود والسوس، ثم يأكل ذلك التمر، يأكل ذلك التمر بعد إزالة هذا السوس الذي بالتمر أو ذلك الدود الذي بالتمر. وذكر أن الطعام لا ينجس بوقوع الدود فيه ولا يحرم أكله، يبقى على ذلك نقول أن هذا الدود أو ذلك السوس يبقى لا ينجس الطعام الذي وقع فيه، لا ينجس الطعام الذي وقع فيه، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ذلك السوس أو هذا الدود ثم يطعم هذا التمر، يطعم هذا التمر. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرينا أيضا هذا المظهر في كيفية أن الإنسان لا يأنف من ذلك الدود أو السوس الموجود في التمر، ولكن يقوم بإزالته ثم يطعم ذلك التمر بعد إزالة الدود. وأنا قلت صورة من صور التواضع أيضا كما يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب الإقرام في التمر عند الأكل. قال: باب الإقرام في التمر عند الأكل. ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقرام إلا أن يستأذن أصحابك، إلا أن تستأذن أصحابك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقرام إلا أن تستأذن أصحابك. فبيذكر في هذه الرواية وهو مسألة الإقران عند الطعام. قلنا لما بنأكل طعام نقول مثلا زي الثمار، فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران، يبقى الإنسان بيأخذ كده حبة من هذه الثمرة ويطعمها، لا يأخذ الأخرى في يده، لا يأخذ الأخرى في يده، ده الإقران، هو بيأكل ثمرة ويأخذ الأخرى بيده. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن
أصحابه. يبقى لو كان في مجموعة كلام ده بينطبق، لو كان هناك مجموعة بتطعم الطعام، بتطعم الطعام مع بعضها البعض، فعند ذلك يبقى لا تستأثر بنفسك أن تأكل ثمرة من هذه الثمار والأخرى قبضت عليها بيدك، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تستأذن أصحابك كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب. قال: والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم. يبقى لو كان كده الطعام ده مشترك بين المجموع وجواز كده أن نجتمع جميعا وكل منا يأتي بجانب من ذلك الطعام، لا حرج أن احنا كمجموعة كل منا يأتي بجانب من الطعام ثم نضع ذلك الطعام جميعا ونطعم جميعا من ذلك الطعام. قال: فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام برضاهم. يبقى القران حرام إلا برضاهم، أو أن احنا أساسا نقول مجموعة وكل منا قد دفع مبلغ من المال على أساس نأتي بطعام حنطعم هذا الطعام جميعا، فعلى ذلك قال: إن كان الطعام مشتركا بين الجميع فعند ذلك القران حرام إلا برضاهم، أي لابد من الاستئذان، لابد من الاستئذان. قال: ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك. يبقى نقول: يا ترى الإذن إزاي أو رضا هؤلاء القوم إزاي؟ إما بالإذن الصريح وإما أن يكون بقرينة الحال، بقرينة الحال الدل على ذلك. قلنا مجموعة، مجموعة من الأصدقاء ويعلمون ذلك من حالهم أنه لا حرج أن فلانا يطعم مثلا ثمرة ويأخذ الأخرى في يده، هذا يعني لا يغضبنا، هذا الشيء لا يغضب القوم. لكن أصلا كده لو لم يعلم رضا القوم فلا بد من الاستئذان، وأن يكون ذلك الإذن إما صراحة وإما أن يكون بقرينة الحال. ولذلك قال: أو بما يقوم مقام قرينة الحال بحيث يغلب على الظن ذلك الأمر. وبالتالي يبقى في مسألة الإقران ما بين هذا الطعام وهو ضم التمر إلى أخرى ونقول وهو بيأكل مع مجموعة، يبقى على ذلك نهى عن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تستأذن أصحابك، يبقى الذين اشتركوا معك في ذلك الطعام، فإن أذنوا لك بذلك جاز عند ذلك الإقران، جاز عند ذلك الإقران. وقلنا الإقران ده هيبقى فيها صورة من صور شرع النفس، صورة من صور شرع النفس، مجموعة تطعم الطعام فعند ذلك أخذ ثمرة ونقول وبيتناول الثمرة ويأخذ الأخرى في يده، يبقى دي نوع من أنواع الشرع، هذا يتنافى مع الأدب، هذا يتنافى مع أدب الطعام مع الصحبة ومع المجموعة، يبقى هذا يتنافى مع أدب الطعام مع الصحبة ومع المجموعة، كأنه بيستأثر بهذه الثمرة الأخرى لنفسه دون الآخرين. ونقول عندما تطعم مع مجموعة يبقى لا تظهر ذلك الشرع، ولكن نقول أن الثمرة التي يطعمها الآخر أحب إليك من الثمرة التي تطعمها أنت، يبقى نقول عند ذلك يبقى ده أدب من الأداب. ونقول دايما كده أن الإسلام بيراعي تماسك المجموعة ويراعي الألفة والمودة بين القوم، وأنه بالتالي الطعام ده من دهب كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصال من خير خصال الإسلام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير خصال الإسلام قال: منها إطعام الطعام، منها إطعام الطعام. نقول إطعام الطعام بينشئ الألفة المودة الترابط بين المسلمين، فما يكونش سبب جانب ل نقول الشقاق، ما يكونش سبب جانب للشقاق. قلنا قد لا نرضى عن هذه الفعلة فيجد الإنسان في نفسه اتجاه الآخرين، وكذلك أيضا لا تظهر ذلك الشرع أنك تريد أن تستأثر لنفسك يعني بأفضل هذه الأطعمة أو بالكم الأكبر من الأطعمة من غيرك، ولكن كانوا مجموعة يطعمون الطعام مع بعضهم البعض فعند ذلك نظهر هذا الإيثار، نظهر هذا الإيثار. فالطعام الذي يقدم إلى الآخرين
أحب إلينا الطعام الذي يقدم إلينا. ولذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك لا تقرن بين التمرة والأخرى إلا أن تستأذن أصحابك، أي هؤلاء الذين يطعمون معك الطعام، هؤلاء الذين يطعمون منك معك الطعام. يبدأ أدب من أداب الطعام، وأدب أيضا من أداب الصحبة. يبدأ أدب من أداب الطعام، وهذا أدب أيضا من أداب الصحبة. وكما بينا أن الرضا إما يعرف بتصريحهم لذلك، وإما أن يكون بقرينة الحال بما يغلب على الظن أن هذا يرضي الآخرين، يعني هذا يرضي الآخر. قلنا مجموعة من الأصدقاء والأصحاب، فعند ذلك يعلمون من حالهم ذلك الأمر. ولكن نقول دائما حنجد أن الإسلام بيراعي هذه المعاني، يراعي هذه المعاني، لأن أصل العلاقة بين المسلمين أن نقيم هذه القيم التي على أساسها تقام تلك العلاقات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يبقى دي نقول قيم التعامل فيما بيننا، يبقى دي قيم التعامل فيما بيننا، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى ده نقول دي قيم التعامل فيما بين المسلمين، مبنى على المودة، على الألفة، على المحبة، على الإيثار. كل دي أخلاقيات لابد أن تظهر خاصة عند المجموعة، ودي قيم التعامل، هذه قيم التعامل بين المسلمين. قلنا لأن أصل جميعا بنسعى أن يكون ذلك البنيان، بنيان اللي هو الكيان الإسلامي، بنيان متماسك، بنيان متماسك. وبالتالي أي فعلة من شأنها أن تصدع ذلك الصرح أو ذلك البناء، نقول أن الإسلام أبعدها تماما من طريق المسلمين، بل نقول أنه استجلب كل فعلة من شأنها أن يقوى ذلك البنيان وهذا التماسك بين المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الجمع بين اللونين عند الأكل. قال: باب في الجمع بين اللونين عند الأكل. ذكر في رواية عن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قثاء بالرطب. ذكر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قثاء بالرطب. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب، فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب، فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. كذلك أيضا في رواية عن سليم بن عامر عن ابني بصر السلميين قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نمنا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبدة والتمر، وكان يحب الزبدة والتمر. بيذكر هذه الترجمة وقال: باب الجمع بين اللونين عند الطعام. باب جمع اللونين. قال: باب
فذكر هذه الترجمة باب في الجمع بين اللونين عند الأكل، وذكر هذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الكساء بالرطب. قال: والكساء هو اسم جنس لما يقوله الناس الخيار، وبعض الناس يطلق الكساء على نوع يشبه الخيار، ومطابق لقول الفقهاء لو حلف لا يأكل الفاكهة حلف بالكساء والخيار. قال: وهو يقتضي أن يكون نوعا غير الخيار، فتفسير الكساء بالخيار تسامح، يعني من باب التسامح كأننا بنشبهه، يبقى الكساء نقول يبقى هو شبيه بالخيار، لكن هو مغاير للخيار، ولكن نقول هو شبيه لذلك الأمر، وبيعد كنوع من أنواع الفاكهة. لذلك قالوا لو حلف، يقول الفقهاء لو حلف أن لا يأكل الفاكهة حنث لو طعم القساء والخيار. وكان يأكل القساء بالرطب، قلنا الغرض والشاهد من ذلك هو أنه قد جمع بين لونين عند الأكل، قد جمع بين لونين عند الأكل، وهذه فيها باب من أبواب التوسع، توسع الإنسان على نفسه في الطعام. وفي بعض الروايات كما ذكر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قساء، وفي شمال رطبة، وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة. ولكن هذه الرواية في سندها ضعف، الرواية دي في سندها ضعف. يقول: رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قساء، وفي شمال رطبا، ويأكل من ذي مرة ومن ذي مرة، يأكل مرة قساء كده ومرة يأكل الرطب. والشاهد من كده أنه جمع بين هذين اللونين من الطعام. ونقول لو صحت هذه الرواية يبقى لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطعام الذي في يمينه ثم يأكل من الطعام الذي في شماله. نقول ولكن الصورة أنه لو طعم من الطعام الذي في يمينه بتحدث عملية مبادلة، مبادلة أنه لا يطعم بشماله، لا يطعم بشماله. فرق ما بين أساسا أنه أمسك هذا الطعام بشماله والآخر بيمينه، يبقى لو طعم عند ذلك يا ترى يأكل من اليمين ثم يأكل من الشمال؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكل بالشمال أو أن نشرب بالشمال. يبقى تأويل ذلك أنه يأكل من الطعام الذي في يمينه ثم يأخذ الذي في شماله بيمينه ثم يطعم ذلك الأمر. قلنا بالضبط كده كحال الإنسان، في أحيان كثيرة مثلا الإنسان بيأكل الطعام بيمينه ويمسك الشراب بشماله، ويمسك الشراب مثلا بشماله أو العكس، وبالتالي بيطعم الطعام ثم يرتشف الشراب. نقول لا، انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل أو أن نشرب بالشمال، يبقى نهانا أن نأكل أو أن نشرب بالشمال. قلنا في أحيان كثيرة عادات الناس متحكمة، عادات الناس متحكمة، يقول كيف أفعل؟ يا ترى حنأكل باليمين ثم أضع الطعام وأمسك الشراب باليمين وأشرب، كأني شايف أن المسألة دي يعني مسألة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا، هو عايز يسير بنفس العادة التي عليه. نقول لما يأتي الشرع أنت لابد أن تتغير، يتغير حالي مع الشرع، إياك أن تظن أن الشرع يتغير مع أحوالنا. نقول لا، أنا لازم أقلم نفسي مع الشرع، نأقلم نفسي مع الشرع. يبقى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل بالشمال أو أن نشرب بالشمال، وقلنا كلام صريح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله. ثم ذكر لنا لماذا نهانا عن ذلك، قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بغض النظر بقى بيأكل بقى لون واحد من الطعام أو أكثر من لون الطعام، بنقول بيمسك الطعام باليمين والشراب بالشمال، أو أمسك الشراب باليمين والشراب والطعام بالشمال، عند ذلك نقول الشمال يبقى لا تقدم لا لطعام ولا لشراب.
شراب, لا لطعام ولا لشراب. فعلى ذلك بنقول ان البعض بيعترض, يعني يعترض يقول الله دي فيها كلفة وفيها مشقة, كأن بالضبط كده يعني نقول العادة لا يريد ان يترك هذه العادة للعبادة, لا هو اراد كده ان الشرع يأتي حتى يقر على ما يفعل. نقول الشرع كما بينا ما اتى الا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنهم المضار في العاجل والآجل. انت لابد ان تنظر الى الشريعة بهذه النظرة. كثيرا ما نكرر ذلك الأمر إن الشريعة أتت لتحقيق مصالحي أنا في العاجل والآجل وبتدفع عني المضار أنا في العاجل والآجل. نقول على ذلك أنت لابد أن يقر في قلبك أن الله تعالى لا ينتفع بما نفعل من عبادات, كما أنه سبحانه وتعالى لا يضر بما نفعل من معاصي ومخالفات. المعصية والمخالفة تعود عليك أنت بالمضرة, كما أن النفع بيعود عليك أنت بالنفع. يبقى أي فعل طيبة من أفعال العبادات هتعود عليك أنت بالنفع, وأي مخالفة تعود عليك أنت بالمضرة, كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى أن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. يبقى دايما كده إزاي ننظر للشريعة, إزاي كيف ننظر إلى الشريعة, انظر دايما للشريعة أنها ما أتت إلا لكي تقود الإنسان إلى الجنة وإلى الرضوان. المخالفة ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا نهاية هذه المخالفة, وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى نهاية هذه الطاعة. الطاعة تقود الإنسان إلى الجنة, المعصية والمخالفة تقود الإنسان إلى النار. فأتت الشريعة لكي تبين لك ما ينبغي أن تفعل, ما ينبغي أن تفعل, قلنا حتى تكون هذه الأفعال تقود الإنسان إلى الجنة والرضوان. فإياك والمخالفة, إياك والمخالفة, وإياك أن تقوم بنقد الشريعة حتى لو لم يكن بظاهر الإنسان يكون بقلب الإنسان. إياك وأن تعترض أو تقوم بنقد الشريعة حتى لو كان من قلبك, حتى لو انقاد الإنسان في الظاهر ولكن أبى الانقياد في الباطن. فالإنسان يعني ينتبه إلى هذه المعاني. وبالتالي قال رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شمال رطبا ويأكل من ذي مرة ومن ذي مرة. يبقى إزاي كان بيأكل؟ قلنا دايما الجمع ما بين الروايات. يبقى ما تظنش أنه كان بيأكل بشماله أو يشرب بشماله, فقد نهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال فيه شبه بالشيطان, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قل في ذلك الإمام النووي رحمه الله في هذه الرواية فيها جواز يبقى أكل لونين عند من الطعام والتوسع في الأطعمة. قال ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا, وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترف والإكثار منه لغير مصلحة دينية. يبقى مفيش حرج ان يبقى عندنا توسعة في الطعام, بس ما تكونش دي عادة الإنسان, هذه لا تكون عادة الإنسان. يبقى عادة الإنسان ليس التوسع في مجال الأطعمة والأشربة. ودايما كده نقول احنا بنطعم الطعام لنتقوى به على طاعة الله, احنا بنطعم الطعام لنتقوى به على طاعة الله. يبقى ده المقصد كده, ده المقصد من الطعام. يبقى احنا بنأكل الطعام لكي نتقوى بهذا الطعام على أداء الطاعات. وإلا كما بينا أن المعدة يعني هذه المعدة نقول لا تفرق بين صنف كذا وبين صنف كذا. التفرقة كلها احنا بنفرق بين الأصناف عن طريق النظر أو عن طريق الشم أو حاسة التذوق. أما نقول إن فات الطعام وداخل المعدة فالمعدة لا تستطيع أن تفرق بين هذه الأطعمة, هذا صنف كذا وهذا صنف كذا, نقول لا. لكن هي شهوة الإنسان, شهوة الإنسان بتدفعه إلى هذا الأمر. وبالتالي نتعلم أن الدين يعلمنا أن الإنسان يتحكم في إرادته, وما فيش عادة أو أي أمر من هذه المألوفات تتحكم في الإنسان, تتحكم في الإنسان. هو طعام قلنا نسد به الرمق وكذلك ندفع به الجوع نتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى, ولكن لابد أن يكون هناك الرضا والقناعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله. قد أفلح ده اللي بيكتب له الفلاح, من هدي إلى الإسلام
ورزقك كفافا، قلنا نقول يعني اللي هيكتسبه نقول على قدر المعيشة، لا هو أساسا عنده قدر زائد يقوم بادخاره، ولا هو قدر أنقص من ذلك فينشغل به. وقنعه الله، يبقى وقنعه الله القناعة، يبقى تقنع بهذه العيشة وتقنع بذلك وترضى عن ربك سبحانه وتعالى حتى لو ضيقت عليك المعايش. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله فيه جواز التوسل في الأطعمة، قال ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا، ولكن ما يكونش عادة الإنسان. عادة الإنسان قلنا، وبالتالي لما يكون عادة الإنسان التوسع في المآكل والمشارب، لما يقدم له ذلك الطعام نقول اللي هو القليل أو الدنيء في وجهة نظري، فعند ذلك نقول يعني يزدري ذلك الطعام، يزدري هذا الطعام. هذا الطعام من نعم الرب سبحانه وتعالى، هذا الطعام من نعم الرب سبحانه وتعالى، فلا تحقر أي نعمة من نعم الله عز وجل ولا تراها حقيرة، ولا تزدري أي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله تعليقا على ذلك، في إثبات الطب والعلاج ومقابلة شيء الضار بالشيء المضاد له في طبعي على مذهب الطب والعلاج، إثبات الطب والعلاج ومقابلة شيء الضار بالشيء المضاد له في طبعي على مذهب الطب والعلاج، قال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. يبقى كأنها أخذ منها الإمام الخطابي رحمه الله إثبات الطب والعلاج ومقابلة الشيء الضار بالشيء المضاد، يبقى نقول ده يبطل مفعول كذا بيبطل مفعول كذا، قال على مذهب الطب والعلاج. كذلك أيضا ذكر هذه الرواية، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبدة والتمر. يبقى جمع بين اللونين في عند الأكل نقول له حرك في ذلك، ولكن نقول الأفضل ألا يعني يكون يعني داب الإنسان ذلك الأمر، ولا يعتاد ذلك الأمر، قلنا مخافة أن يزداري نعم الرب سبحانه وتعالى بعد ذلك، ويرى هذه نعمة حقيرة، ويرى نقول مع الأيام أن هذه نعمة حقيرة. أو إذا نقول ذهب إلى إنسان وقدم له طعاما دون الطعام الذي اعتاد أن يطعمه، عند ذلك يحقر من شأن ذلك الطعام. دايما نقول هذه الطعام لنسد به الرمق وندفع به الجوع ونتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى، فلا تخرج الطعام عن هذه النظرة أو تلك الرؤية. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في استعمال آنية أهل الكتاب، قال باب في استعمال آنية أهل الكتاب. ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. قال جابر رضي الله عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. كذلك أيضا في رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب، هم يطبخون في قدورهم الخنزيرة ويشربون في آنيتهم الخمر، وهم يشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا، فرحضوها بالماء وكلوا واشربوا. بيتكلم عن استعمال آنية أهل الكتاب، قال باب الأكل في آنية أهل الكتاب. ذكر الرواية الأولى وهي رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. يبقى جواز استعمال آنية المشركين وأسقية المشركين، يبقى جواز استعمال آنية المشركين وأسقية المشركين. قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها أو تنظيف،
قال ولكن هذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو يذكر في الحديث الآخر في الرواية المذكورة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نجاوز أهل الكتاب أو نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر، فعلى ذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه بيذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يمرون على المشركين وهم يأكلون أو يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر، والخمر والخنزير طبعا محرمان كما هو معلوم. فلما ذكر هذه المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، يبقى لو كان في آنية أو أسقية غير آنية أو أسقية أهل الكتاب فكلوا في هذه الآنية التي لغير أهل الكتاب. قال وإن لم تجدوا غيرها، يعني لو لم يكن أمامنا إلا آنية المشركين أو أسقية المشركين، قال فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا، اغسلوها بالماء وكلوا فيها واشربوا. يبقى الرواية الأولى المذكورة عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فنصيب من آنية المشركين أسقيتين فنستمتع بها فلا عيب ذلك عليه، أي لم يأمرهم بغسلها. الرواية الثانية المذكورة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بيّن أيضا فيها جواز استعمال آنية المشركين وأسقية المشركين، ولكن نقول هذا يتأتى بعدما نبحث فلم نجد إلا هذه الآنية وتلك الأسقية. فإن كانوا من قوم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر يبقى نقوم بغسلها، إن نقول نأمن ذلك الأمر هم لا يأكلون الخنزير ويشربون الخمر يبقى جواز أن نستعمل هذه الآنية ابتداء، يبقى كما في رواية جابر رضي الله عنه يبقى يجوز أن احنا نستعمل آنية المشركين أو أسقية المشركين طالما أنهم لا يشربون فيها الخمور أو لا يطبخون فيها الخنزير. ونقول إن كانوا يقومون بطبخ الخنزير في قدورهم وشرب الخمر في أنيتهم يبقى لا نستعمل هذه الأنية ابتداء إلا إذا لم نجد إلا هذه الأنية، نقوم بغسلها ثم نطعم فيها، نقوم بغسلها ثم نطعم فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه المسألة لأن الذي ورد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يمرون على أهل الكتاب وهم يطبخون الخنزير في قدورهم ويشربون الخمر في أنيتهم، فيبقى لما ذكر له ذلك قال له نبحث الأول عن غيرها، فإن وجدنا غير هذه القدور وتلك الأسقية يبقى عند ذلك بنطعم فيها ونشرب فيها، إن لم نجد إلا آنية أهل الكتاب أو أسقية أهل الكتاب وكان المعلوم عنهم أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر عند ذلك لا تطعموا فيها ولا تشربوا منها إلا بعد غسلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في دواب البحر، قال باب في دواب البحر، ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح قال نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من طمر لم نجد له غيره، فكان أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من ماء، فقال تكفينا فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبرة، قال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال ورزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيئا، قال فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه، فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله. فبيذكر في هذه الترجمة قال باب في دواب البحر،
وتكلمنا قبل ذلك تحت باب الأكل من السمك الطافي، باب الأكل من السمك الطافي، وقلنا يجوز أن نطعم ذلك السمك الطافي على سطح البحر، قلنا طالما لم يكن هناك مضرة من أن نطعم من ذلك السمك الطافي. الأصل كده ميتة السمك حلال كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وحلتان ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أساسا تخصيص لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى نقول الميتة حرام ونقول الدم حرام وكذلك نقول لحم الخنزير حرام، ده بالآية، ولكن نقول هذه يبقى ده إطلاق عام، يبقى كل ميتة حرام إلا ما ورد بدليل التخصيص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان، يبقى الحوت والجراد يبقى تخصص بها، يبقى هذه الآية. كذلك أيضا في دماء الكبد والطحال، هي دماء الكبد ده دماء والطحال دماء، ولكن أحل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى ده استثناء من هذا الدليل العام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى ده حرام، وبالتالي إلا ما ورد بدليل التخصيص، يبقى إحنا عشان كده بنأكل ميتة السمك وكذلك ميتة الجراد، بنأكل الكبد والطحال، كل ذلك حلال بنص ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الترجمة باب في دواب البحر، دواب البحر بصفة عامة يعني كيف نتعامل معها، فذكر جابر رضي الله عنه هذه الرواية، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علينا أبا عبيدة بن الجراح، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي إذا أرسل السرية كان يؤمر عليهم أمير، يبقى لابد أن يكون فيه قائد يقود هذه المجموعة، قائد يقود هذه المجموعة، قلنا حتى لا تختلف الآراء، حتى لا تختلف الآراء، فأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على السرية كان يوصي بتقوى الله في خاصة نفسه وبتقوى الله في من معه من المسلمين، يبقى دايما كده مش عبارة عن مجاملات، لا، كان يتخير ذلك القائد الذي يقود هذه السرية، يبقى ودايما كان يوصي بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين. فعلى ذلك قال خرجنا لكي نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر، نقول يعني أعطى هذه السرية جراب من تمر، يعني كان ده طعامهم، وبالتالي يقول لنا جابر رضي الله عنه قال لم نجد غير ذلك، فكان أبو عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة، تخيل كده، يبقى لما بيقسم عليهم الطعام تمرة تمرة الكل يتساوى، نقول الجميع يتساوى بما في ذلك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، يبقى ما كان يخص بطعام دون الآخرين، وده كان الحال أساسا، يبقى ما كان يخص بطعام دون الآخرين هو القائد، وبالتالي وكأنه لأنه هو قائد يقدم له أطيب الأطعمة مثلا أو كذا أو يأخذ نصيبا أكبر من القوم، نقول لا، ده العدل في الإسلام، وهذه من الركائز الأساسية التي يقام عليها ذلك الدين، هو مسألة العدل، العدل والإنصاف، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، يبقى لا فرق بين رئيس ومرؤوس، الكل نقول تحت سيادة التشريع، والكل أيضا سواسية في ذلك الأمر، لا يخص بطعام دون الآخرين ولا يزاد له في الطعام لأنه أمير السرية وغير ذلك، لا، الكل سواسية، يقسم عليهم الطعام بالتساوي، وبالتالي كما يقول جابر رضي الله عنه كان يعطينا تمرة تمرة، كنا نمصها كما يمص الصبي، كانوش بقى بيأكل التمرة كده عشان ينتهي، لا، كان بيمص، يحاول يمص هذه التمرة، يمص هذه التمرة ثم نشرب عليها من ماء فتكفينا يومنا إلى الليل، يبقى نقول ده كان طعامهم، ده كان زادهم، وبالتالي وكنا نضرب بعصينا الخبط، كانوا بيضربوا يبقى عشان يسقطوا ورق الشجر الجاف اليابس، وبالتالي قال ثم نبله بالماء فنأكله، يبقى كان نقول بيضع ورق الشجر اليابس في الماء نبله كما يقول حتى يرطب، يبقى حتى يصبح رطبا ثم نأكله. قال وانطلقنا إلى ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم زي كده جبل رملة، فأتيناه فإذا ودبة تدعى العنبرة، قال فقال أبو عبيدة ميتة، هو يبقى دي أساسا طافية
ونقول ملقاه على ساحل البحر، فقال ميتة ولا تحل لنا، قال ميتة ولا تحل لنا، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيله وقد اضطرتم إليه فكلوا. يبقى على ذلك يبقى هو نقول وقف أولا عند الدليل العام، حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير، وبعد ذلك تأتي الآيات فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى قال لا ده احنا في حال اضطرار وضرورات وبيح المحظورات، يبقى ابتداء كده تعامل مع الدليل العام، ولذلك قال ميت ولا تحل لنا، يعني قل مع شدة جوع الصحابة رضي الله عنه. ولكن ده تشريع، نقول اللي كان بيسير الصحابة رضي الله عنه الشرع، الشرع على ذلك، وبالتالي نقول ابتداء كده ميتة قال لا تحل لنا، ثم رأى له بعد ذلك بدك تاد نقول مثلا دي ميتة وأخذ بالدليل العام، ثم قال بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد ضررتم إليه فكلوا، قال فأقمنا عليه شهرا يطعمون منه شهرا كاملا ونحن 300 حتى سمنا، كانوا بيأكلوا حتى الشبع. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، قال ورزق أخرجه الله لكم فالمعكم اللحمي شيء فتطعمون منه، قال فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. يبقى بينا قبل ذلك، يبقى نقول لو أكلت الصحابة رضي الله عنهم قالوا أنهم في حال اضطرار، لكن بينت نهاية الرواية أنه جواز أن نأكل الطافي من السمك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طعم من لحم هذه الدابة ولم يكن في حال ضرورة، أو لم يكن في حال ضرورة، فدل ذلك على أن الطافي من السمك أيضا حلال، الطافي من السمك حلال لأن ميتة السمك حلال. ولكن بينا أن احنا لا نطعم من الطافي من السمك إلا إن كان هنا يطمئن الإنسان أنها لم تموت كنتيجة أنها أكلت السم مثلا، فيبقى في مضرة بالإنسان. يبقى القاعدة عند ذلك نأكل الطافي نقول هو حلال ابتداء، نأكله أو لا نأكله والله لو حيتحقق من خلالها مضرة يبقى لا نطعمه، للقاعدة لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أصلا الميتة من السمك حلال سواء كانت طافية، سواء نقول جزر عنها البحر، سواء وجدناها على ساحل البحر ميتة، هي ميتة وهي حلال وهي حلال. لكن كل ما في المسألة نأكل منها أم لا، يبقى إن خشينا كده أنها ماتت مثلا بسم يبقى لا نأكل منها مخافة أن يضر الإنسان إن طعم منها، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على أن دواب البحر كلها مباحة وأن ميتتها حلال، ألا تراه يقول فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه، فأرسلنا إليه فأكل، وهذا حال رفاهية لا حال ضرورة، حال رفاهية لا حال ضرورة. يبقى الضرورة معلومة، يبقى نقول ضاق عليهم الأمر واضطروا إلى أكل هذه الميتة، ما عدا حال الضرورة يقال عنها حال رفاهية، يقال عنها حال رفاهية، مش رفاهية معناها الرفاهية الساعة في العيش، لا، يبقى ما كانش دي عكس حال الضرورة في الشرع كده، نقول حال الرفاهية، حال الرفاهية، حال الرفاهية، يبقى ده معناها حال نقول عدم وجود الضرورة. أما الضرورة فالضرورات طبعا هنا تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها. فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هو في حال ضرورة. قلنا لو احنا قلنا أن أبا عبيدة بن جراح رضي الله عنه وارضاه ومن معه في هذه السرية كانوا في حال ضرورة، لأنه نفذ الطعام ولم يكن معهم طعام وخشوا على أنفسهم الهلكة فأكلوا منها، أكلوا منها، لأنه يجوز أن تأكل من الميتة في حال الضرورة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. يبقى في دي حال ضرورة، قلنا الآن الإسلام أتى لحفظ هذه الضرورات الخمس منها النفس، فإن أوشك الإنسان على الهلكة له أن يأكل من هذه الميتة، بل وجوبا يأكل من الميتة حتى يحافظ على حياته. يبقى ده لو كان حالهم، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وهو في حال رفاهية ليس بحال ضرورة، فدل ذلك على جواز أن نطعم الطافي من السمك، جواز أن نحن نطعم الطافي من السمك، وأن دواب البحر كلها مباحة وأن ميتتها حلال، يعني كما استدل على ذلك العلماء. وكذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته، لما سئل أن توضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته
عبادته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر كل ما كان يعيش في البحر فهو حلال، كل ما كان يعيش في البحر فهو حلال. وبالتالي بعد ذلك قد تتشابه أسماء هذه مثلا الأسماك في البحر مع أنواع محرمة في البر، يبقى الحرمة ليس مبناها على الاسم ولكن على المعنى. فعلى ذلك نقول الله هذا كلب البحر، كلب البحر، نقول ده أساسا حيوان يعيش في البحر، يبقى طالما كان يعيش في البحر فهو حلال. نقول ده الكلب محرم، ده حال البر. فعلى ذلك الحرمة ما بيكونش مبناها على الأسماء، فإن تشابهت الأسماء نقول لا. حل طعام البحر كما قال لنا ربنا سبحانه: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ميتته، كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في الفارة تقع في السمن. قال: باب في الفارة تقع في السمن. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا. قالت ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن، قال: فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن، قال: فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا قال فلا تقربوا. قال المحقق في ذلك: هذه رواية شذة، هذه رواية، قال هي رواية شذة. فذكر في الرواية الأولى أن فأرة وقعت في سمن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها، ألقوا ما حولها وكلوا. العلماء بيتعاملون مع هذه الرواية على إطلاقها، بيتعاملوا مع هذه الرواية على إطلاقها. قال: ألقوا ما حولها وكلوا. قالوا أنه في الرواية لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك السمن جامدا أو مائعا، إن كان مذابا أو كان جامدا، وبالتالي ألقوا ما حولها وكلوا. قالوا هذه الرواية وردت على إطلاقها، والرواية الأخرى التي ورد إن كان جامدا فألقوها ما حولها وكلوا، إن كان ذئبا فلا تقربوا. قالوا هذه الزيادة في رواية ابن عيينة غريبة، وبالتالي ذكر المحقق أنها رواية شذة. والعمل على هذه الرواية أن قال ألقوا ما حولها وكلوا، ولم يأتي ذلك الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الزيت ده أو السمن ده مذابا ولا جامدا. فعلى ذلك قال الحافظ رحمه الله، وقد تمسك ابن العربي رحمه الله بقوله وما حولها على أنه كان جامدا. يبقى كلمة ما حولها، يبقى قال يفهم منها أن السمن ده كان جامد، يفهم منها ذلك الأمر. قال أنه لو كان مائعا لم يكن له حول، أنه لو نقل من أي جانب مهما نقل، قال عند ذلك يبقى لا خلفه غيره في الحال، فيصير مما حولها فيحتاج إلى القي كله. يعني ده تفسير يعني ابن العربي رحمه الله. قال لما قال ألقوا ما حولها وكلوا، يبقى عشان نلقي ما حولها يبقى قال لازم يكون متماسك الأجزاء، لازم يكون جامد. أما لو كان هو مائع ما كانش اللي حول أساسا، نقول لأنه أصبح دلوقتي أنه هو غير متماسك، غير متماسك، لكن حتنفك. كأنه يقول كده أن الفأرة لما تقع في شيء مائع يبقى الشيء ده مش متماسك الأجزاء، مش متماسك الأجزاء، وينتشر في جميع طبعا هنا نقول الوعاء اللي هو أساسا اشتمل على ذلك المائع غير الجامد. لما نقول تموت الفأرة في الجامد، يبقى نقول الجامد ده متماسك الأجزاء، ما انفكتش الأجزاء، يبقى نقول هذه الفأرة لما وقعت ينجس ما حول هذه الفأرة، ينجس. فلو كان مائعا نقول تسري النجاسة في جميع المائع، لكن لو كان جامدا لا تسري النجاسة، لتماسك ذلك الشيء وعدم انفكاك، نقول أجزاء كلها متماسكة، فنقول مش حتتسلل أو تتسرب النجاسة إلى باقي الأجزاء. لذلك قال نلقيها وما حولها، ف
فده تفسير بعض العلماء، تفسير بعض العلماء قالوا يفهم من الرواية ذلك الأمر، لكن قالوا إن هو نعامل هذه الرواية على إطلاقها. قال ألقوا ما حولها وكلوا، ألقوا ما حولها وكلوا، قال الرواية دي رواية مطلقة، رواية عامة ورواية مطلقة، وبالتالي لم يفرق الشارع بين الجامد والمائع. ولو كان هناك فرق بين المائع والجامد لكان الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ترك الاستفصال، ما استفصلش عن المسألة. يبقى دل ذلك على أني لو وقعت الفارة في سمن وماتت فيه هنأخذ الفقرة الفأرة وما حولها، وما حولها مائعا كان أو جامدا. يبقى ده من تعامل مع هذه الرواية، وبالتالي قالوا الرواية الأخرى رواية شذة. اللي فهم بقى قال يفهم منها ما حولها مش ممكن يتأتى إلا إن كان جامدا، إلا إن كان جامدا، لأن الأجزاء هتبقى متماسكة متماسكة، وبالتالي نقول الأجزاء متماسكة يبقى ده حيناسب، حنلقي الفأرة وما حولها. أما إن كان مائعا فهي أجزاء غير متماسكة، غير متماسكة، فتنفك النجاسة في باقي الأجزاء لأنه مائع غير متماسك الأجزاء. ده مفهوم البعض، هذا هو مفهوم البعض. بناء أيضا أن ده المفهوم بالإضافة إلى الرواية الأخرى، وهي رواية لكن كما بينا أنها رواية شذة، رواية شذة. وقالوا أنه لما ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن فأرة ماتت في سمن قال تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلت إن ثراها كان في السمن كله، قال إنما كان وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت. نقول ده الفأرة دي مثلا لما نزلت في السمن المائع ده نقول إن هي سعت فيه كله، قال طالما حية يبقى نتخيل كده فأرة وقعت في ماء ثم خرجت، وقعت في زيت أو سمن ثم خرجت، خلاص لا أثر، لا أثر، لأن هي هتبقى طاهرة حال الحياة. إمتى بتبقى نجسة؟ لما تموت. فلما ماتت الفأرة يبقى تنجس هذا المكان، تنجس الشيء ده هو. وبالتالي نقول لما يكون شيء مائع يبقى كأن النجاسة انفكت وصارت النجاسة في جميع الأجزاء لأنها أجزاء غير متماسكة. أما إن كان جامدا ماتت الفأرة في هذا المكان، يبقى هنأخذ الفأرة وما حولها من ذلك السمن ونقوم بإلقائه، نقوم بإلقائه. نقول طب هي كانت، نقول مرت قبل ما تموت في ذلك المكان، مرت على السمن كانت بتجري كده لغاية لما ماتت في ذلك المكان، كانت حية، وحال الحياة بيبقى طبعا هنا لا يحكم بنجاسة ذلك الشيء. يبقى لو وقعت الفأرة في سمن وخرجت وماتت خارج السمن يبقى السمن ده لا ينجس مائعا كان أو جامدا، لأن حال الحياة بتبقى طاهرة. إمتى بتبقى نجسة؟ لما تموت، لما تموت أصبحت نجسة وانفكت النجاسة فيما حولها. يبقى ده الأمر. يبقى لو وقعت في زيت وخرجت وماتت خارج الزيت ده يبقى نقول الزيت ده يعني طاهر، ليس بنجس، ليس بنجس، قلنا رغم أنها ماتت متأثرة بذلك مثل الزيت، نقول هي ماتت خارج الزيت، ماتت خارج الزيت، فالزيت ما زال على طهوريته. نقول الفرق ما بين ان احنا نحكم بطهارة الزيت، فرق ما بين ان انا اطعمه ولا لا، دي مسألة اخرى. يعني ما يخليش عدم اطعامي لذلك الزيت نقول يعني احنا هنأنف وبالتالي ونجس، لا، النجاسة حاجة وان يأنف الانسان يطعم منه امر اخر. احنا ممكن نأنف ان احنا نطعم من ذلك الزيت الذي وقعت فيه الفأرة، النفس تأبى ذلك الامر، لكن مش معنى ان نفسي تأبى ان نطعم من ذلك الشيء واصبح نجس. احنا بنتكلم على النجاسة. يبقى حتى لو كان نقول النفس لا تأنف لكن حكمنا بنجاساته يبقى لا يجوز. نقول حكمنا بطهارته والنفس تأنف، يبقى لا، مش معنى تأنف النفس ان احنا نحكم ايه بنجاساته. نفرق ما بين الامرين، نفرق ما بين الامرين. لذلك يعني كما يقول العلماء لو وقع البول في زيت، لو وقع البول في زيت يبقى بول كده وقع في زيت يبقى حينجسه. قالوا كيف نطهر الزيت؟ يبقى بصب الماء، لو صببنا الماء لانفكت هذه النجاسة في الماء وطفأ الزيت وتبقت النجاسة وقد حلت ايه بذلك الماء، فنأخذ ذلك الزيت من أعلى أصبح طاهر كده. نقول ازاي ممكن أنا أكل الزيت ده وقع فيه هذا البول؟ نفرق ما بين أمرين عشان الحرمة شربناها على أن أنا أستسيغ ذلك أم لا أستسيغه. يبقى نقول هو حلال لكن النفس تعافيه تأبى ذلك الأمر، كما سنعلم في حديث الذبابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبابة لو وقعت في طعام في شرب أحدكم فقال نغمسها، هنغمسها، أنا بتحمل في أحد الجناحين الداء وفي الآخر الدواء، نغمسها ثم نقوم بإزالتها ثم نطعم هذا الطعام. ولا أنا ما أقدرش أطعم الطعام اللي وقعت فيه الذبابة. يبقى نفرق بين أنا أأبى ذلك الأمر ما أقدرش أستسيغه وبين حل ذلك الطعام. يبقى حل الطعام حل الشرب
الشراب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن أنا نفسي تأباه، أقول لك ما فيش حرج نفسي تأباه حاجة، لكن لا أمرك بإراقتي، يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإراقتي. لو أمر بإراقتي يبقى دلالة على نجاسته، لكن لم يأمر بإراقتي، أمر أن احنا نغمس الذبابة ثم نقوم بإلقائها ثم نشرب أو نطعم ذلك الطعام. إن كنت نأنف من ذلك الطعام غيري لا يأنف، غيري لا يأنف، وإن كنت نأنف فهو لم يحول ذلك إلى طعام النجس أو شراب النجس، هو على أصل الحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الأمر في مسألة الفأرة اللي وقعت في الزيت، لو ماتت يبقى ألقينا الفأرة وما حولها، إن خرجت حية ثم ماتت خارج الإناء يبقى نقوله على أصل الطهارة كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلت إن أثرها كان في السمن كله، قال إنما كان وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت. يبقى لما ماتت في المكان ده أصبحت نجسة، يبقى حنشلها وما حولها كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال في الرواية الثانية فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. قال بي أخذ الجمهور في الجامد والمائع، وقالوا أن المائع يبقى عند ذلك حيتنجس كل دون الجامد. وقال الإمام القطبي رحمه الله اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة، فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه كلها لقوله فلا تقربوا، واستدلوا فيه أيضا بما روي في بعض الأخبار أنه قال أريخوه. وقال أبو حنيفة رحمه الله ونجس لا يجوز أكله ولا شربه ويجوز بيعه ولا استصباح به. وقال الشافعي لا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به. يبقى جمهور علماء قالوا إن كان جامدا فألقوه وما حوله وإن كان مائعا فلا تقربوا، لكن العلماء يقولون أن هذه رواية أساسا فيها معلولة موهومة ومعلولة، والأصل الرواية الأولى المذكورة عن ميمونة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال إن كان ذلك السمن جامدا أو مائعا، إن كان جامدا أو مائعا، وترك الاستفصال عند ذلك يبقى نقول مع يا ترى لماذا ترك الاستفصال؟ يبقى لما يترك الاستفصال كأنه لا فرق بين المائع والجامد، لأنه لا فرق بين المائع والجامد. لكن نقول أن الجمهور العلماء أخذوا وفرقوا بين الجامد والمائع، وقالوا أن المائع حيتنجس كله دون الجامد. وقال الإمام القطبي رحمه الله اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة، فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه. اللي قالوا أساسا لو وقعت في زيت وكان مائعا وماتت فيه يبقى ده قول من قال إن هو حيفرق ما بين المائع والجامد. اللي فرقوا ما بين الجامد المائع والجامد وقالوا لو كان مائعا يبقى فلا تقربوه اجتنبوه أرقوه، يبقى على ذلك قالوا هيتعاملوا مع الزيت اللي وقعت فيه النجاسة دي ازاي. يبقى نفرق بين أمرين، يبقى البعض قال لا فرق بين الجامد والمائع، متى وقعت وماتت الفأرة نأخذ الفأرة وما حولها، يبقى إن كان مائعا أو جامدا يبقى ده، والباقي يبقى طاهر على الأصل طهورية. البعض قال له فرق ما بين الطاهر والجامد، ما بين المائع والجامد، قالوا في الجامد يبقى هناخدها وما حولها، أما إن كان مائعا فعند ذلك يبقى حتنجس بأكمله. اللي قال له حتنجس المائع ده لهم أقوال، بعض هؤلاء قالوا لا يجوز إن احنا ننتفع به في أي وجه من الوجوه، يبقى كيف نتعامل معه؟ قالوا أريقوه، يبقى ده يراق، يبقى لا يكون هناك نوع من أنواع الاستعمال. أبو حنيفة رحمه الله قال هو نجس لا يجوز أكله وشربه ويجوز بيعه والاستصباح به، يعني قال إنه هو أساسا يبقى ما يجوزش إن احنا نأكله أو نشربه، ولكن جاز إن احنا نبيعه وإن احنا أن نستصبح به، يبقى ينير لنا يعني، فعلى ذلك يجوز بيعه. أصلا النجس لا يجوز بيعه، أصلا الشيء النجس لا يجوز بيعه كما هو معلوم. الشافعي رحمه الله قال لا يجوز أكله ولا شربه ولا بيعه، ولكن يجوز أن احنا ننتفع به الاستصباح به، ده بناء على يعني قول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الميتة وعن الأصنام والأزلام فقال هو حرام، فقالوا نستعمله في الاستصباح وغير ذلك فقال له حرام. قلنا كلمة حرام عادها البعض على بيعه والبعض عاد على الانتفاع به، فالبعض قال أعاده على بيعه لكن جاز الانتفاع به، لا يجوز بيعه ولكن جاز الانتفاع به. هذا أيضا ما يذكره الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى الزيت ده تنجس، يبقى ترى لا يجوز بيعه
ولا شراؤه ولا يجوز أساسا أكله ولا شربه. لكن نريقه قال يستعمل في الاستصباح به، إن إحنا أساسا نستعمله كيضيء لنا، يضيء لنا بالانتفاع فقط، لكن لا يجوز إن إحنا أساسا يباع ولا يشترى، لأنه نجس والنجس لا يباع ولا يشترى، بالإضافة طبعا إلى هو ممنوع الأكل منه أو الشرب منه كما هو معلوم. ده غالب طبعا الكلام عن تلك الرواية. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في الذباب يقع في الطعام. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء قال فليغمسه كله، قال فليغمسه كله. يبقى إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوا، يبقى احنا اساسا نغمسه ثم نقوم بازالته، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. يبقى احد الجناحين فيه الداء الميكروب وفي الاخر فيه الشفاء، الشفاء نقول المضاد لذلك الميكروب. قال وانه يتقي بجناح الذي فيه الداء قال فليغمسه، فليغمسه ايه كله. فترجم ابو داود رحمه الله هذه الترجمه في الذباب يقع في الطعام. ونرجع عن كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.